الجماهير الإنجليزية بدت واثقة بنصر قادم لمنتخب الأسود الثلاثة، فيما أثنت الجماهير الكرواتية على رفاق راكيتش وقالت بأن كل شيء ممكن بالنسبة للكروات في قمة الغد المنتظر أمام المنتخب الإنجليزي. لا يمكنني أن أتلبأ بالنتيجة، الكرة مستديرة ويمكن أن تذهب في أي اتجاه كما يقول المثل الألماني، ولكن تحت إلحاحك أقول أنها سوف تكون مباراة صعبة وسوف تنتهي بنتيجة صغيرة 1-0، وأمل أن يكون الفوز من نصيبنا. بإمكاننا أن نقوم بذلك، نعم بإمكاننا أن ننتصر، لما لا، سننتصر على كرواتيا. هدف دون مقابل لإنجلترا، التعادل في الوقت الأصلي وفوز الإنجليز بهدف دون مقابل في الأشواط الإضافية. I cannot explain and I cannot forget. South Korea, you're the one.